طلاب المرحلة الثانية، السلام عليكم. هذه المحاضرة السادسة من محاضرات مادة الدوائر الإلكترونية. عنوان المحاضرة هو Common Collector Amplifier. احنا بالمحاضرات السابقة درسنا النوع الأول من الامبليفايرز اللي كان اسمه Common Emitter Amplifier، وحاليا راح ننتقل إلى النوع الثاني اللي هو Common Collector Amplifier. نقرأ كم ملاحظة قبل ما نشوف الدائرة. The common collector amplifier is also known as emitter follower. يعني ممكن نسمي ال common collector هذه الدائرة باسم آخر اللي هو ال emitter follower. ليش emitter follower؟ سوف شوي راح نشوف بالدائرة. The input is applied to the base and the output is taken from the emitter. هنا نقصد البيس والإميتر، يعني الأطراف مالت الترانزستور. هسه يحتاج نباوع على الدائرة. الانبوت راح يكون مربوط على البيس، وهذا الكلام مشابه لطريقة الربط مال الكومن اميتر من ناحية الانبوت، ولكن هسه هنا الفرق هو بالمأخذ مال الاوتبوت، يعني النقطة اللي ناخذ منها الإشارة الاوتبوت. هنا الاوتبوت مأخوذ من الاميتر وليس من الكولكتر مثل ما كان بالكومن اميتر. There is no collector resistance RC to make the collector at AC ground. هنا بهذه الدائرة، دائرة الـ Common Collector، ما موجودة عندنا مقاومة الـ Collector، الـ RC غير موجودة. شنو السبب؟ السبب حتى الـ Collector، طرف الـ Collector يكون عند الـ Ground في حالة الـ AC Analysis. ليش؟ لأن احنا الـ VCC من نسوي الـ AC Analysis، هذا الـ VCC نعوض عنه بـ Ground مثل ما شرحنا سابقاً. فحتى يكون الكولكتر مربوط على الجراوند، بالتالي هو يكون مشترك بين دائرة الانبوت ودائرة الاوتبوت. حتى تكون الدائرة كومن كولكتر لازم يكون عندنا الـ RC غير موجودة. زين، هسه ليش نسميه فولتج فولور؟ لأن الفولتج مالت الاوتبوت فولوز، يعني تتبع فولتية الإيميتر. هذا هو السبب، نسميه الاسم الآخر اللي هو الفولتج فولور. This common collector amplifier has a similar DC analysis as that for the presented common emitter amplifier. يعني ال DC analysis، خطوات ال DC analysis اللي سويناها بالنسبة لل common emitter amplifier هي نفسها بالضبط تنطبق على ال DC analysis مال دائرة ال common collector. هذا الشيء سهل وجيد. زين، نجي على ال AC analysis. For AC analysis the equivalent circuit looks like this. يعني الدائرة الأصلية هذه بنحولها إلى الدائرة المكافئة بالنسبة للـ AC Analysis، راح تكون مثل هذه الدائرة. ليش صارت؟ خلينا نتبع الدائرة. احنا نعرف انه بالـ AC Analysis المتسعات اللي موجودة بالدائرة راح تكون نعتبرها Short Circuit. والتغيير الثاني اللي نسوي على الدائرة هو انه الـ VCC هذه النقطة تتبدل إلى Ground. عرفنا شنو الأسباب، شرحناها سابقا. زين، حاليا اذا نتبع الدائره من نقطه الانبوت نجي هنا راح نشوف قدامنا شورت سيركت، هذه ما راح تكون موجوده. نوصل الى هذه النقطه، من هذه النقطه اكو عندنا مقاومه الى الجراوند اسمها الار2، وايضا عندنا من نفس هذه النقطه مقاومه الى الجراوند، هذا راح يصير جراوند مثل ما قلنا اسمها الار1. معناها الار1 والار2 اثنيناتهم من هذه النقطه على التوازي مربوطين الى الجراوند. بعد نمشي هنا اكثر راح نوصل الى الترانزستور. خلينا نباوع هذا الجزء. هنا هذا الـ VN، هذا الـ R1 وهذا الـ R2 مقاومتين على التوازي للجراوند. بعدين وصلنا إلى الترانزستور. زين، من الترانزستور إذا نروح إلى طرف الكولكتر راح نشوف أنه الكولكتر مربوط لازم يكون إلى الجراوند، وهذا اللي موجود هنا، هذا الكولكتر رايح إلى نقطة الجراوند. وبالمناسبة هذا الجراوند هو نقطة مشتركة بين هذه وهذه، كل هذه النقاط هي عبارة عن نقطة واحدة اللي هي الجراوند. نشوف الإيميتر، من طرف الإيميتر اكو عندنا مقاومة اللي هي الـ RE capital رايحة إلى الـ ground. بعدين هنا short circuit، يعني هذه المتسعة غير موجودة، إلى نقطة الـ output. ومن نفس هذه النقطة اكو عندنا مقاومة اللي هي الـ R load إلى الـ ground. إذا الـ RE والـ R load اثنيناتهم راح يكونون أيضا على التوازي. فهذه الدائرة هي الدائرة المكافئة لدائرة الـ common collector في حالة الـ AC analysis. هذه الدائرة هي اللي راح نستعملها حتى نشتق الكميات اللي نريد نحسبها. نشتق لها قوانين مثل الـ Voltage Gain والـ Input Resistance والـ Output Resistance والـ Current Gain وأيضا الـ Power Gain. هالمرة راح نبدأ ويا الـ Voltage Gain. قانون الـ Voltage Gain
العام هو الـ Vout على الـ Vin، هو نسبة بين الـ Output Voltage إلى الـ Input Voltage. الـ Vout هي عبارة عن فولتية الإميتر مثل ما ذكرنا سابقا. هذه الـ Vout هنا واضحة من الدائرة، هي فولتية المقاومات اللي موجودة على طرف الإميتر، يعني الـ VE. والـ Vin هي فولتية البيس. هذه الـ Vin هنا واضحة جدا أنه هي والبيس، هذه نقطة الـ Vin ونقطة البيس نقطة واحدة، فإذا مكان الـ Vin أقدر أعوض الـ VB. هسه راح أعوض حسب قانون أوم مكان الفولتيات بتيارات ومقاومات حسب المكان الموجود بها. يعني الـ VE، الـ VE هي الفولتية من هذه النقطة اللي هي نفس هذه النقطة إلى الجراوند. شو تساوي الفولتية حسب قانون أوم؟ تساوي لنا مقدار التيار مضروب في مقدار المقاومة. زين، هسه نسأل نفسنا شنو المقاومة الموجودة هنا؟ يعني بين هذه النقطة وبين هذا الجراوند. واضح جدا اكو عندنا مقاومتين على التوازي، يعني محصلة التوازي مال هذول الاثنين هي المقاومة اللي موجودة، هي الريزيستنس بين هذه النقطة، نقطة الـ VE ونقطة الجراوند. هذه راح نرمز لها بالـ RE small، يعني R capital E small. شو تساوي؟ تساوي الـ RE capital على التوازي ويا الـ R load. زين، احنا نريد هسه نحسب الفولتية هنا، قلنا هي عبارة عن التيار في المقاومة، هذه المقاومة حسبناها، شنو التيار اللي يمر من طرف الإميتر؟ طبعا هو الـ IE، يعني تيار الإميتر. إذا مكان الـ VE أقدر أكتب IE مضروب في الـ R capital E small، وعرفنا شلون نحسبها. نيجي على الـ VB. هنا بالنسبة للـ VB هي الفولتية من هذه النقطة إلى الـ ground. حتى أحسب هذه الفولتية أحتاج إلى تيار، أحتاج إلى منطقة بالدائرة بحيث يكون التيار اللي يمر بها معروف والمقاومة مالتها أيضا معروفة. زين، أقدر أحسب هذه الفولتية من هذول المقاومات والتيار اللي يمر بهم، ولكن التيار اللي يمر بالR1 والR2 ما موجود عندي، يعني ما أقدر أحسبه حاليا، ما معروف إلا بعد أن نعرف قيمة الـ Vn. فإذا ما راح أقدر أحسب سهولة أطلع الـ VB اللي هي الفولتية منها لهنا اللي هي هاي الفولتية بالاعتماد على الـ R1 والـ R2. عندي بديل آخر، الـ VB هي الفولتية من هذه النقطة إلى الـ Ground. زين، من هذه النقطة إلى الـ Ground إحنا لو نبدل هذا الترانزستور بالدائرة المكافئة مالته اللي أخذناها سابقا، شنو اللي عندنا من البيس إلى الإميتر؟ مو كان عندنا الـ RE small؟ إذا كأنما هنا أكو عندنا بالداخل مقاومة صغيرة، من هذه النقطة نجيبها الاتجاه أكو مقاومة صغيرة اسمها الـ RE small. زين، ورا الـ RE small من نطلع من الترانزستور راح تجينا هذه المقاومة على التوالي ويا الـ RE small. زين، إذا المقاومة الكلية من هذه النقطة للجراوند هي عبارة عن RE small، هاي الداخلية اللي بداخل الترانزستور، زائدا الـ RE، الـ R capital E small، يعني اللي هي المحصلة مال هذول الاثنين، راح يظهرون اثنيناتهم محصلتهم على التوالي مع الـ RE small. المقاومة منا إلى الجراوند هاي عرفناها. زين، هسه شنو التيار اللي يمر بهذه المجموعة كلها؟ الـ RE small مو هي بطرف الإميتر؟ زين، شنو التيار اللي يمر بطرف الإميتر؟ هو الـ IE. وشنو التيار اللي قبل شوية اللي قلنا يمر بهذه المقاومتين؟ أيضا هو الـ IE. إذا خلاص، مكان الـ VB أقدر أخلي الـ IE هذا التيار مضروب في هذه المقاومات. هنا أنا واضح جدا أنه نقدر نحذف الـ IE اختصرة من البسط والمقام، فيبقى لنا فقط RE على RE small زائدا RE. زين، هسه هنا عندنا فد ملاحظة جدا مهمة. Note that there is no phase inversion. يعني هنا في دائرة الكومن كولكتر الفيز مال الاوتبوت هو بالضبط نفس الفيز مال الانبوت، ما عندنا انقلاب بالفيز مثل ما كان عندنا بالكومن اميتر. زين، اذا نباوع زين على هذا القانون اللي نقدر نحسب به قيمه الاي في، عاده الار اي سمول قيمتها تكون قليله، واحنا من حلينا امثله كانت احيانا 5 اوم تطلع، احيانا 22 اوم، فتكون قيم قليله. بينما قيمه الار اي هاي هي محسوبة من قيم أكبر، يعني الـ RE هذه والـ R load عادة القيم مالتهم أكبر، حتى المحصلة مال التوازي مالتهم أيضا تكون كبيرة. فمن يكون، شوفوا ياي هنا، من يكون الـ RE أكبر بكثير،
هاي احنا تعلمناها سابقا، يعني شنو اكبر بكثير much greater؟ معناها 10 مرات فما فوق، اكبر من ال re small. بهاي الحاله هذه ال re small تاثيرها، يعني هنا بالمقام عندنا ال re capital وده نضيف عليها ال re small، وهنا عندنا هذه ال re. فاذا كانت هذه صغيره بالمقارنه ويا هذه المقاومه، فهذه الاضافه اللي تسويها اضافه صغيره قابله للاهمال، فممكن نهملها تنحذف. طبعا هذا تقريب. فايش يبقى لنا اذا حذفنا هاي؟ يبقى لنا ار اي على ار اي نفسها، واذا اختصرناهم ايش قد يطلع لنا النتيجه؟ كانما الاي في هو بالتقريب تقريبا قيمته تطلع 1. شنو معنى 1؟ يعني نسبه الاوتبوت الى الانبوت تقريبا 1، معناها كانما ما عندنا اي تكبير بالفولتيه، يعني مقدار الاوتبوت مساوي لمقدار الانبوت تقريبا، النسبه بيناتهم 1. زين اي في از اولويز ليس ذان 1، طبعا هي احنا بنقول اقل، عفوا تقريبا قريبه من الواحد، هي بالحقيقه اقل بقليل من واحد، يعني مو اكثر من الواحد بشويه، لا هي اقل من الواحد، واضح جدا من هذا القانون لازم يكون اقل لان المقام اكبر من البسط. اند اي في از ابروكسيمتلي 1، يعني القيمه التقريبيه للاي في هي 1. بس ايش وقت يكون هذا التقريب يكون صحيح؟ من يكون عندنا ال R capital E small، هذه المقاومة قيمتها is much greater than R E small. إذا صار عندك هسه القانون اللي تحسب به القيمة الدقيقة ال exact value. من أقول لك بالسؤال احسب لي ال exact value مال ال voltage gain، لازم أنت تستعمل هذا القانون حتى تطلع لي القيمة الدقيقة. وإذا أريد منك ال approximated value، القيمة التقريبية، تقدر تستعمل هذا، يعني مباشرة بدون أي حسابات، طالما هي دائرة common collector أو emitter follower معناها الـ AV مالتها هو تقريبا مساوي إلى الواحد. وإذا ما أذكر لك بالسؤال ما أحددك، فأنت مخير، تريد تستعمل هذا القيمة الـ exact value وتريد تستعمل مباشرة الـ approximated value. هذا بالنسبة للـ voltage gain. نجي هسه على الـ input resistance. الانبوت ريزيستنس هذه الدائرة، إذا نشوفها زين، من طرف الانبوت هذه الدائرة مشابهة جدا لدائرة الكومن ايميتر اللي أخذناها، اللي يصير عندنا هنا الفولتج ديفايدر إلى آخره والآر إن بيس. لذلك نفس الخطوات إذا نتبعها راح نوصل نفس النتيجة بالنسبة للآر إن. فإذا الآر إن الانبوت ريزيستنس هذا هو القانون مالتها، اللي هو الآر 1 على التوازي ويا آر 2 على التوازي ويا آر إن بيس، اللي هو نقدر نوصل له بنفس الخطوات اللي سويناها ويا حالة الكومن ايميتر. ولكن هنا دائما ال R N base هي بيتا AC في R E small زائدا R E small، يعني R capital E small. هناك بحالة الكومن ايميتر كان أحيانا يكون عندنا موجودة متسعة على ال R E فتكون غير موجودة هذه المقاومة، وأحيانا إذا المتسعة مال ال C E ما موجودة، نعم، فتظهر لنا المقاومة بهذا المكان. حاليا بدائرة الكومن ايميتر اي متسعة ما موجودة على الـ RE، فهي دائما لازم تكون ظاهرة موجودة بالقانون مال الـ RN base. طبعا مو فقط الـ RE هاي، وانما محصلة التوازي بين الـ RE والـ R load اللي هي سميناها R capital E small. لذلك الـ RN base تنحسب بهاي الطريقة، والـ RN هذا القانون مالته. زين نجي على الـ output resistance. هنا الاوتبوت ريزيستنس ما مطلوب من عندنا الاشتقاق مال هذا القانون، فقط نحفظه مثل ما هو. وواحد اذا واحد اراد الاشتقاق مالته ممكن يرجع للمصادر يقدر يلقى هذا الاشتقاق. حاليا بالنسبه للمنهج مالتنا فقط ناخذه مثل ما هو. الار اوت يساوي الار اس على البيتا اي سي، هذه الكميه نحسبها. طبعا شنو الار اس؟ الار اس هي المقاومه مالت المصدر، المقاومه الداخليه مال المصدر. هذه الكمية نحسب التوازي مالتها ويا الـ R E small، يعني الـ R capital E small. زين بعض الأسئلة نحلها بدون أن نحدد قيمة الـ R S، يعني ما نذكر قيمة الـ R S بها. زين بهاي الحالة شلون راح نقدر نحسب الـ R out؟ إذا الـ R S ما مذكورة ما موجودة نعتبرها كأنما هي صفر غير موجودة. فإذا صفر على هاي الكمية هذا كله راح يصير صفر، هذا يلغي، يعني مو نحسب صفر توازي هذه المقاومة، لا هذا يلغي، يعني ما يكون موجود. فمعناها الـ R out هو مساوي فقط لمن؟
للـ R capital E اللي هي هذه عبارة عن محصلة التوازي هذا، هاي فقط هي محصلة التوازي بين الـ R E capital والـ R load. زين، إذا هذا نحفظه مثل ما هو. نجي على الـ current gain. الـ current gain بصورة عامة هو عبارة عن نسبة التيار في الـ output على التيار في الـ input. هذه هي الدائرة نفسها، الدائرة المكافئة في حالة الـ AC. هنا دمجنا المقاومات الـ R1 والـ R2، هنا دمجنا المقاومات الـ R E capital والـ R load، نفس الدائرة. زين، هنا فقط نبين التيارات. هنا من نربط مصدر الفولتية راح يمر تيار باتجاه الانبوت، هذا اسمه الـ IN، هذا هو اللي نقسم عليه هنا اللي هو تيار الانبوت. زين، هذا التيار عند هذه النقطة راح يتقسم يتفرع، جزء من عنده راح يتجه باتجاه البيس مال الترانزستور، وجزء آخر راح يتجه بهذا البرانش اللي هو المقاومات الـ R1 والـ R2. زين، هذا إذا هذا راح يكون اسمه الـ IB، يعني الـ I base يختلف عن الـ IN. التيار اللي يدخل للأمبليفاير ككل اللي هو الـ IN قيمته تختلف عن قيمة التيار اللي يدخل على البيس مال الترانزستور، هذا واضح جدا من هاي الدائرة. زين، عندنا التيار الإيميتر، يعني هذا التيار اللي يخرج منه من الإيميتر، وين راح يروح؟ راح ينزل بهذا البرانش، راح يمر من هذا المكان. إذا هو نفس التيار الأوتبوت، يعني هذا بالأوتبوت هنا الفولتية هي من هذه النقطة إلى الجراوند، وهذا المقام والتيار اللي يمر بها هو تيار الإيميتر. أوكي، إذا تيار الأوتبوت هو تيار الإيميتر هذا، والإنبوت هسه راح نشوف شلون نحسبه بهذا المكان. نكمل أول مرة ويا تيار الإيميتر. تيار الإيميتر هو عبارة عن فولتية الإيميتر على مقاومة الإيميتر حسب قانون أوم. زين، شنو الفولتية الإيميتر؟ يعني الـ VE هنا مو هي عبارة عن الـ VOUT؟ زين، إذا هي عبارة عن الـ VOUT، الـ VOUT احنا نقدر نكتبه بصيغة الـ AV في الـ Input Voltage. شنو الـ Input Voltage؟ هي نفسها الـ VB اللي موجودة هنا. زين، ايش قد قيمة الـ AV؟ الـ AV قبل شوية هنا ذكرناه، ايش قد القيمة التقريبية مالته؟ تقريبا هو 1. إذا بالتقريب أقدر أعوض مكان هذا 1، فيبقى لي فقط VB على RE. عوضت الـ IE طلع لي بهذا الشكل. نجي على الـ Input، تيار الـ Input اللي هو هنا بالمقام. تيار الـ Input يساوي فولتية الـ Input على مقاومة الـ Input. شنو مقاومة الـ Input؟ مقاومة الانبوت بالنسبة للامبليفاير كله من هذا الطرف هو الـ RN. وشنو الفولتية اللي موجودة هنا؟ الفولتية اللي هي نفس الـ VN هي الـ VB. اوكي، إذا صار عندي هسه الـ IE بهذا الشكل والـ IN بهذا الشكل. من أقسمهم أعوضهم هنا بالأخير حصل على هذه النتيجة. هذه النتيجة تقول أنه الـ AI اللي هو تكبير التيار يساوي نسبة بين مقاومة الانبوت الـ RN الى الـ RE اللي هي توازي مال الـ RE capital ويا الـ R load. زين، هنا عندنا ملاحظة. if R1 على التوازي ويا R2، يعني هذه المقاومة is much greater than RN base، يعني إذا هذه المقاومة قيمتها عالية جدا بالنسبة إلى مقاومة الـ input مال الترانزستور اللي هي الـ RN base. زين، هذه إذا مقاومة عالية فراح تقاوم التيار، ما راح تسمح لكمية كبيرة أن تمر من خلالها من التيار، يعني الـ IN قلنا هاي النقطة راح يتفرع، فرع يدخل إلى الترانزستور وفرع يجي يدخل إلى هالمجموعة. إذا هذه المجموعة المقاومة مالتها much greater، يعني عالية، معناها التيار اللي تسمح أن يدخل أن يمر من خلالها راح يكون قليل جدا. بهاي الحالة نقدر مثلا نهمله قليل جدا، فبالتالي شي يصير عندنا ممكن هنا الـ IB راح يصير قيمته قريبة جدا من الـ IN. هل نقرأها؟ If R1 على التوازي ويا R2 is much greater than RN base, then most of the input current, يعني معظم الـ IN will pass through the transistor base. يعني معظم هذا التيار راح يمر من البيس مالت الترانزستور. إذا نقدر نقول الـ IN هو قريب جدا، ممكن نقربه إلى قيمة الـ IB. In this case إذا الـ IN والـ IB تقريبا هما متساوين،
معناها نرجع نسأل هذا القانون الـ I out على الـ I in الـ A I يساوي لنا الـ I E مثل ما قلنا هنا هذا الـ I E والـ I in هنا كان بالأسفل راح نعوض مكانه I B يعني I E على I B زين الـ I E مو احنا دائما نقربه إلى I C يعني نقول التيار الإميتر عادة قيمته قريبة جدا من تيار الكوليكتر فنقدر نعوض واحد المكان الثاني إذا تقدر تفرض أنه هذا يساوي IC تيار الكوليكتر على IB تيار البيس وهذا التقسيم الـ IC على الـ IB هو بالحقيقة يمثل قيمة البيتا بالنسبة للترانزستور فإذا في هاي الحالة في حالة من يكون الـ R1 والـ R2 هاي المجموعة من المقاومات المحصلة مال التوازي مال الـ R1 والـ R2 قيمتها عالية أكثر بكثير يعني much greater than الـ RM base فقط بهاي الحالة الـ AI راح تكون قيمته هي قيمة البيتا يعني بالسؤال يقول لك مثلا البيتا AC هي 150 زين وكانت الـ R1 والـ R2 هذه المقاومة عالية جدا بالمقارنة ويا الـ RM base فايش قد يكون قيمة الـ Current Gain مباشرة راح يكون 150 اللي هو قيمة البيتا زين إذا ما كانت هذه القيمة عالية جدا بالمقارنة ويا RM base لا راح نرجع نحسب قيمة الـ AI حسب هذا القانون زين هذه القيمة مال الـ AI عندما تساوي البيتا AC This is the maximum achievable current gain شنو يعني؟ يعني أعلى قيمة ممكن أن نحصلها لتكبير التيار في هذه الدائرة هي قيمة البيتا AC وهذه شو وقت نحصلها؟ نحصلها فقط من تكون هذه المقاومة أكبر من الـ RM base مثل ما شرحنا زين ولكن بالحالات الطبيعية من ما يكون هذه العلاقة بهالشكل هذه ما تكون أكبر بكثير من الـ RM base فمعناها قيمة الـ AI هي راح تكون أقل من البيتا AC أقل زين إيش قد قيمتها أقل؟ تنحسب حسب هذا القانون زين يعني أنت بالامتحان إذا حسبت قيمة الـ AI حسب هذا القانون والنتيجة طلعت لك أكبر من البيتا AC فأعرف أنه أكو عندك مشكلة أكو عندك خطأ لأن هي أكبر قيمة ممكن أن نحصلها للـ AI هي قيمة البيتا AC فقط عندما يتحقق هذا الشرط وإذا هذا الشرط ما متحقق فإحنا راح نحسب القيمة قيمة الـ AI حسب هذا القانون وعادة هذه تكون القيمة اللي تطلع لنا هنا أقل من قيمة البيتا AC لأن قيمة البيتا AC هي الـ maximum achievable current gain يعني أعلى قيمة ممكن الحصول عليها للـ current gain لتكبير التيار زين نجي هسه على الـ Power Gain، الـ Power Gain مثل ما نعرف هو عبارة عن الـ Voltage Gain في الـ Current Gain، وإذا نعوض مكان الـ Voltage Gain بواحد كتقريب يبقى لنا فقط الـ AI، إذا الـ AP هو بالتقريب تقريباً يساوي الـ AI، هذه هي القوانين يبقى لنا ناخذ الأمثلة. نجي على الأمثلة، عندنا هنا هسه المثال الأول Determine RN AV, AI, and AP for the amplifier shown beside. هنا منطينا amplifier طبعا أنا ما راح أذكر لك نوع الامplifier أنت من الشكل ماله تقدر تتبع الانبوت والاوتبوت فتعرف نوعية هذا الامplifier فبالتالي تستعمل القوانين المناسبة إليه. المطلوب هنا أن نحسب الـ RN نحسب هاي الكميات المطلوبة بالنسبة لهذه الدائرة فإذا شفنا الدائرة زين راح نشوفها عبارة عن common collector amplifier فبالتالي راح نستعمل القوانين الخاصة به. هنا معطيني قيمة البيتا دي سي وقيمة البيتا اي سي استفاد منها بالحل. الحل الخطوة الأولى للحل هو لازم نسوي الاي سي العفو الدي سي اناليسيس. الهدف من الدي سي اناليسيس حتى نحصل قيمة الار اي سمول. وهنا أنا ما مذكورة الخطوات لأن هي صارت مكررة وانعادت أكثر من مرة بالأمثلة السابقة. واحد يقدر يحل هذه الخطوات المفروض يوصل إلى نفس هذه النتيجة. الار اي سمول هي هذا السؤال 5.8 أوم. هسه نبدي نحسب الـ RN عندنا القانون مال الـ RN بهذا الشكل تعويض مباشر بس لازم تحله بيدك هذا كله وتوصل لنفس النتيجة حتى تتأكد انه انت فاهم طريقة الحل بشكل صحيح تطلع لنا 4.86 كيلو اوم نجي على قيمة الـ AV قيمة الـ AV بهذا السؤال هو محدد يريد الـ exact او يريد الـ approximated value فاني هنا نعجبني انه احسب قيمة الـ AV الـ exact انت اذا تريد بيجي حالة تقول الـ AV رأسا تقريبا يساوي واحد
هنا أنا أريد أن أعرف شقد القيمة الدقيقة، يعني هي تقريبا تساوي واحد، أوكي بس شقد القيمة؟ فأعوض هذه التفاصيل، نعوض هذول الـ RE. طبعا هنا الـ RE إحنا من أخذنا قبل شوية ويا القوانين، الـ RE هي عبارة عن التوازي، محصلة التوازي بين الـ RE capital والـ R load. زين بهاي الدائرة ماكو R load، شو راح يصير بهاي الحالة؟ إذا R load ماكو، معناها هذه الـ RE capital هي نفسها الـ R capital E small، لأن R load مو موجودة. وهذه الحالة يعني شبيه عليها، مر علينا سابقا، من كنا نحسب التوازي مال الـ RC ويا الـ R load. أيضا إذا الـ R load مو موجودة فتكون فقط الـ RC، هنا إذا الـ R load مو موجودة فهذه هي عبارة عن الـ RE capital نفسها. زين، فنعوض هذه القيم، يطلع لنا القيمة الدقيقة للـ AV لنسبة التكبير، تكبير الفولتية هي 0.994 V على V، يعني تقريبا هي مساوية لواحد، وهي أقل من الواحد، ولكن هذه القيمة الدقيقة مالته. نجي على الـ AI. الـ AI هو عبارة عن الـ RN على الـ RE، مثل ما قلنا الـ RE هي نفس هاي، حاليا راح تكون 1 كيلو أوم، لا نعوضها. والـ RN حسبناها قبل شوية، هذه 4.8 something، فمن نقسمها هذه راح تقسم على 1، راح يطلع لنا 4.86 أمبير على أمبير. شوف هذه قلت لكم عليها سابقا، حتى فقط نميز بين هذه الارقام، لان هذه الكميات وحتى هاي الاي بي كلها هي يونت ليس بدون وحدات، فمجرد اكتبها هذه حتى نعرف انه هذا يمثل نسبه تكبير تيار. زين، لحد هنا قبل ما نحسب الاي بي عندي فد ملاحظه. هذه الدائره دائره الكومن كولكتر، الفولتج جين مالتها هو تقريبا مساوي للواحد، معناها دائره الكومن كولكتر ما نستفاد منها في تكبير الفولتيه، ولكن اذا باوع هنا هذه الدائرة نستفاد منها في تكبير التيار، لأن تنطينا نسبة تكبير للتيار أكبر من الواحد، يعني هنا 4.8 تقريبا 5، معناها التيار الأوتبوت أكبر من تيار الأنبوت بتقريبا 5 مرات. زين، التكبير الباور اللي هو يساوي هذول المضروب مالتهم، هنا أنا عوضت القيمة الإكزاكت اللي حسبتها في هذه القيمة، يطلع لي شوية أقل من هاي، يعني احنا بالقوانين من اخذنا اذا هذا نعتبره واحد فالاي بي يساوي الاي اي. انت تقدر تسويك بالامتحان تقول هذا الاي بي هو مساوي للاي اي ويساوي نفس هاي القيمه، او اذا انت حاسب القيمه الدقيقه تقدر تعوضها هنا وتضربهم يطلع لك قيمه الاي بي. ايضا هنا واط على واط لان هي يونت ليس. هذا المثال بسيط لان هو فقط تطبيق مباشر للقوانين. ناخذ مثال اخر. For the amplifier shown beside, determine RN, AV, AI, and AP, and draw the output voltage waveform Vout. يعني هنا أيضا مطلوب من عندنا نحسب نفس الكميات، بس إضافة إلها مطلوب أن نرسم الـ Vout، إشارة الـ Vout، وهذا هنا مطينا قيمة البيتا. نرسم الـ Output بالاعتماد على قيمة معينة للـ Vin اللي هي معطاة هنا بهذا المكان، الـ Vin يساوي لنا 1 فولت بيك. يعني البيك فاليو مالت الانبوت هو 1 فولت. زين، طريقة الحل هي نفس الطريقة اللي صارت تقليدية ومعروفة، بس هنا الدي سي اناليسيس راح اعطيكم الخطوات مالته بالتفصيل. نفس الخطوات السابقة اللي هي اول مرة نحسب الار ان بيس، وهذا القانون طلعت لنا هنا 360، وهذه الار ان بيس هي اكبر بكثير من الار 2، يعني هنا 360 بينما هي 22، اذا نضربها بعد في 10 تطلع لنا 220، هذه لا تزال أكبر من 10 مرات من هذه المقاومة، يعني much greater than R2، then معناها نقدر نحسب الـ VB بهذا القانون البسيط اللي هو عبارة عن voltage divider مال الـ VCC على مقاومات الـ R1 والـ R2. الـ VCC قيمتها 12 فولت، وهذه المقاومة هي 22 وهذه 22، معناها الـ 12 فولت راح تتقسم عليهم اثنيناتهم، فالـ VB اللي هي فولتية البيس اللي هي الفولتية من هذه النقطة إلى الجراوند، اللي هي الفولتية على الطرفين مال هذه المقاومة، فرق الجهد على الطرفين مال هذه المقاومة، راح يكون نصف هذه الكمية اللي تتوزع على مقاومتين متساويتين، فطلعت لنا 6 فولت. الـ VE هو الـ VB ناقصا الـ VBE اللي هو 0.7، طلع لنا 5.3. التيار هو الفولتية، تيار الإيميتر، فولتية الإيميتر على مقاومة الإيميتر، يطلع لنا 2.9 ملي أمبير. وبالأخير نقدر نحسب قيمة الـ RE small اللي هي راح تطلع لنا 8.6 اوم. هذا هو الدي سي اناليسيس.
بعد الـ DC Analysis راح نستعمل القوانين حتى نحسب بها هذه الكميات. نجي على الـ AC Analysis. أول شيء هنا قانون الـ RN، هذا تطبيق مباشر، تطلع هذه القيمة. الـ AV هنا أيضا حاسبين القيمة الإكزاكت، تختلف عن المثال السابق ولكن هي لا تزال قريبة من الواحد 0.995. قيمة نسبة التكبير مال التيار هنا 5.75، ايضا تعويض مباشر على هذا القوانين. وايضا هذا هنا بالتقريب، شوف هنا عجبني انه اكتب بالتقريب الاي بي يساوي الاي اي 5.75، واذا ردت تستعمل القيمه الاكزاكت بمكان الاي في تضربها فيطلع لك يساوي، ما يطلع التقريب يساوي وانما يساوي فقط لان هي القيمه الاكزاكت. زين هذا الكميات حسبناها. هسه اريد نتعلم شلون نرسم الفي اوت. هنا يقول اند درو ذا اوتبوت فولتج ويف فورم في اوت، على اعتبار انه الـ Vin هو يساوي 1 فولت بيك. هسه هنا أنا راح ارسم الـ Vin اول مره وبعدين ارسم الـ Vout. الـ Vin هنا معطيني هو 1 فولت بيك، يعني البوزيتيف بيك مال هذه الساين ويف تصعد الى 1 فولت، والنيجاتيف بيك وين راح تروح؟ راح تروح الى سالب 1. اذا الشكل مال الانبوت راح يكون بهذا الشكل، ساين ويف البيك فولتج مالته هنا 1 وهنا عندنا سالب 1. حتى نرسم الاوتبوت، الاوتبوت هو عباره عن الانبوت مضروب في الجين. منين جبت هذا الكلام؟ جبته من القانون مال الفولتج جين، هذا احنا اخذناه سابقا. الفولتج جين يساوي لنا الفي اوت على الفي ان. زين الفي اوت شنو يساوي؟ يعني طرفين وسطين اذا اسوي الفي اوت يساوي لنا الاي في مضروب في الفي ان. زين الاي في ايش قد قيمته بالسؤال هذا اللي حليناه هسه بالمثال 0.995، اضربها في قيمه الفي ان، الفي ان اللي هي كانت 1 فولت بيك، فحاصل الضرب مال ذولا هو راح يعطيني البيك فولتج مال الاوتبوت. من اني عرفت البيك فولتج مال الاوتبوت خلاص اقدر ارسم الاوتبوت بكل سهوله. زين هسه 1 فولت في 0.995 نفسه، وهنا ايضا بالسالب. ولازم تنتبه انه بدائرة الكومن كولكتر ما عندنا فيز انفيرشن، نفس الفيز. يعني اذا هذه الانبوت من يكون بالطرف الموجب بالسايكل الموجبه مالته، هذا يكون ايضا بالطرف الموجب، هذا من يكون بالسالب ايضا هذا يكون بالسالب يتبع الانبوت. فهذا الطريقه اللي نرسم بها الاوتبوت. الرسم اللي ترسمه لازم يكون متكامل مثل هذا الرسم، يعني المحاور، المحور العمودي والمحور الافقي لازم تكتب لي هو شيء يمثل. يعني هنا دائما المحور الافقي احنا نرسم الاشارات مالتنا ويا الزمن ويا التايم، فهنا تخلي تي دائما لازم نكتب تي. والمحور العمودي ايش يمثل؟ هنا هذا يمثل فولتيه اللي هي فولتيه الاوتبوت، هذا يمثل فولتيه اللي هي فولتيه الانبوت. والوحدات يعني هنا بنكتب واحد، شنو قصدي؟ واحد ملي فولت، لو واحد فولت، لو واحد كيلو فولت مثلا، لازم احدد الوحده مال الارقام اللي اخليها على التدريجات مال هذا الاكسس مال هذا المحور حتى يكون الرسم واضح ومفيد. ملاحظه اخرى، ما من الصعوبه انه نرسم الرسمين على جراف واحد على مكان واحد. ليش؟ لان هذا هنا يروح الى الواحد بالموجب وينزل الى سالب واحد، هذا لو اريد ارسمه هنا لازم اكون دقيق جدا بحيث يروح الى 0.995. طبعا هذا الرسم اليدوي ما راح يبين فرق بين الحالتين اذا ارسمهم على نفس المكان، فلازم نرسمهم اماكن متفرقه حتى نشوف كل واحد على حده. بينما الرسم مال الكومن ايميتر، مال الكومن ايميتر القبله، نقدر نرسمهم على جراف واحد لان اكو فيز انفيرشن، يعني يكون الانبوت موجب بعدين سالب، الاوتبوت راح يكون سالب بعدين موجب، فنقدر نلاحظ الفرق بيناتهم بشكل واضح اذا رسمناهم على نفس الجراف على نفس المكان. بينما هنا بالكومن كولكتر حتى نشوف الاوتبوت بشكل واضح لازم نرسمه برسم مختلف مثل ما سوينا حاليا هنا. هذا هو الحل مال المثال الثاني. المحاضره القادمه ان شاء الله راح تكون عن الكومن بيس امبليفاير.